قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي لانتخابات 2018 المستشار نواف عبد الله حمزة إن إجمالي عدد الناخبين الذين تحققوا من بياناتهم في جو في جداول الناخبين من خلال اللجان الإشرافية والموقع الإلكتروني بلغ 134,637 ناخبا وذلك خلال فترة عرض الجداول والتي انتهت يوم الأربعاء الماضي. وأوضح المستشار حمزة أن إجمالية عدد مراجعي جداول الناخبين على الموقع الإلكتروني خلال سبعة أيام وصل إلى 131640 ناخبا فيما بلغ عدد الناخبين الذين قاموا بزيارة المراكز الإشرافية لتأكد من بياناتهم 2997 ناخبا خلال السبعة أيام الماضية